كل سنة وحضرتك طيبين ومشرفينا الأسبوع الثاني في حلقات سلة صيامك 2023 شنايدر إلكتريك. برحب بيكم جميعا وبرحب بمونسيني شلتوت. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الحلقة اللي فاتت. بنشكركم على تعليقاتكم، بنشكركم على المشاركة وعلى المشاهدة اللي حصلت الحلقة اللي فاتت. يا رب النهاردة نقدر برضو في وجود مونسيني كده نقدم لكم حلقة كويسة. النهاردة على اللو فولتج بريكرز بقى واللو فولتج بانلز، أهلا بيكم وأهلا بمونسيني. أهلا دكتور عمرو. طيب النهاردة الدنيا هتمشي ازاي؟ اولا شكرا على الاسئلة الكتير اللي انتوا بعتها لنا، ده معناه ان احنا انترستد. الحاجة التانية هنمشي ازاي النهاردة؟ اولا من الاسئلة خدنا بالنا ان احنا محتاجين نراجع مع بعض شوية حاجات بالنسبة لللوحات، وخصوصا اللوحات اللي هي السمارت بانلز. نمرة اتنين هنراجع بعد كده اسئلتكم المتعلقة بالسيركت بريكرز والكومبوننتس بتاعتها. وكمان مهم جدا نفكركم انه في اسئله من الاسئله اللي حضراتكم سالتوا عليها متجاوبه بالتفصيل في الحلقات اللي موجوده على القناه بتاعه سي تي سي، وبالتالي من فضلكم شوفوا الحاجات الحلقات اللي موجوده عشان هيبقى صعب ان احنا نكفر كل الاسئله في الوقت بتاعنا. الحاجه الثانيه كمان برضو الدوكيومنتس اللي احنا هنشير معاكم واللي هنستعملها في الحلقه دي النهارده ان شاء الله، برضو زميلنا عبد الحميد هيحط لنا لينك بحيث ان احنا نعمل لكم لينك بالنسبه للدوكيومنتس اللي احنا هنستخدمها. نبدا من هنا. اتفضل. طيب دايما سؤال الناس عشان ثاني دي الفولتج بانل، كان دايما السؤال طيب انا ليه عايز اخليها سمارت؟ انا كنت زعلان من ايه زمان في اللوحه العاديه بتاعتي اللي كان فيها قاطع دخول ومفاتيح دخول، ايه الاضافه اللي هتزيد معايا لما اللوحه بتاعتي بقى سمارت اخد ستيتس اعملها كنترول؟ انا كنت واحد مثلا من 10 سنين كده بالنسبه لي قاطع دخول، عندي شويه خروجات او شويه فرعيات، قادر ان انا احقق اختيارات معينه سيلكتيفيتي معين. ايه فكره سمارت بانل وهتساعدني في ايه؟ هيديني اضافه لما اعمل اللوحه بتاعتي بالنظام ده. جميل. كلمه سمارت هي كلمه جنرال، ولكن مع مدار السنين ابتدت تعمل ديفينيشنز. الديفينيشن الاولاني كان دايما ان احنا السمارت بانل هي بانل تبقى كونكتد على نظام زي سكادا او نظام على البي ام اس، بحيث انك انت تقدر تاخد الكوميونيكيشن كابابيلتيز بتاعه الباور ميترز بتاعه الكوميونيكيشن بتاعه السيركت بريكرز، بحيث انك انت تقدر تاخدها تدخلها معاك في انظمه اداره المبنى او اداره المنشاه زي السكادا والبي ام اس. ده كان في الايه؟ في اواخر التسعينات اوائل الالفينات. ودي النهارده مش بنسميها سمارت بانل، بنسميها كونكتد بانل. يعني ما بقاش الموضوع ده، طبعا في بدايه الالفينات كان الموضوع ده يعني حاجه جميله انك تقدر تكوميونيكيت مع بريكر او تكوميونيكيت مع باور ميتر، ولكن النهارده الموضوع ده بقى خلاص جوز وداوت سينج ان الحاجه بقت كونكتد، فبقى دي دلوقتي بنسميها كونكتد بانل. يعني قديمه كونكتد معناها ان انا قادر اشوف ستيتس البريكر بتاعي. ايه معنى ستيتس البريكر بتاعي؟ هو اون هو اوف، البريكر بتاعي عمل تريب ما عملش تريب، زي ما تقول كده وضعه جوه السيستم بتاعي شكله عامل ازاي، مربوط بسكادا سيستم قادره تديني انديكيشنز على بدل ما اروح لغايه اللوحه قادره تبعتها لي كوميونيكيشن معين فاشوف وضعيتها. انا حاجه ده كده قصدك؟ ده معنى كلمه كونكتد او اللي هو زي ما كده بدايه الالفينات كان الدنيا عامله ازاي؟ اغلب الحاجات كانت ريموت اي او، انك تقدر تعمل ريموت كوماندز وتاخد ريموت ستيتس، وكمان كنت تقدر تاخد ريموت ميترنج وبس كده، الموضوع كان بينتهي على كده. يعني اقول لحضرتك فهمي بقى، يعني انا زمان مثلا كان بالنسبه لي الوحده بتاعت التريب يونت او المايكرو لوجيك كان دورها على مدار مثلا عمرها كله بتشتغل مرتين ثلاثه، ساعه الفولت ساعه الاوفرلود ساعه التريب، فبالتالي هي موجوده بتقرا داتا موجوده 24 ساعه، لكن بستفيد بيها في اللحظه بتاعت الفولت بس او اللحظه بتاعت تريبينج بس. دلوقتي لما ببقى كونكتد او ببقى كوميونيكيتنج معاها واقدر اخد بقى كل الداتا اللي بتقراها هي لحظه بلحظه، الفولتج والكرنت والانرجي والباور، الداتا دي بعد كده هعمل بيها ايه او ممكن تفيدني بايه؟ طيب دي المرحله الثانيه من الكونكتيفيتي. المرحله الاولانيه كانت كونكتيفيتي بطيئه بتعتمد على بروتوكولات بطيئه. المرحله الثانيه كانت لما ابتدينا يبقى في ميموري موجوده جوه البريكر او ميموري موجوده جوه الباور ميتر. ليه؟ لان الديستربنس ريكوردنج احنا بنتكلم في حاجات بتحصل في الملي سكند، وبالتالي على قديمه لما كانت السكادا بتعمل بولينج للداتا كل انترفال، ولتكن مثلا كنت بتعمل بولينج كل خمس ثواني مثلا او 10 ثواني، طب لما بيحصل عندك فولت بالملي سكند
انت ما بتقدرش صحيح. تشوف ايه اللي حصل ولا بتقدر تعرف السيكونس اوف ايفنتس. الحاجه الثانيه برضو كنت بتقرا الارقام كميموري ريجسترز، يعني ما كنتش بتقدر تاخد الانفورميشن بتاعتك كويف فورم، كنت بتاخدها بس ديسكريت انفورميشن، كنت بتاخد كل حاجه انالوج بتقلبها ديجيتال عشان تقدر انك انت تاخدها بعد كده ريات بلين. بعد ما بقى عندنا ميموري وبقى عندنا بروسيسنج، فبقت التريب يونت عباره عن حاجتين. الحاجه الاولانيه هي تريب يونت عاديه خالص، والتريب يونت الجزء الثاني من التريب يونت هو بقى البروسيسور اللي هو في الميموري وفي الريكوردنج والحاجات دهيت. ومن المهم ان احنا لما بنتكلم على تريب يونت ايا كانت بقى التريب يونت دي كانت مايكرولوجيك القديمه او الاس تي ار، ايه الفرق ما بين المايكرولوجيك القديمه والمايكرولوجيك الجديده؟ جوه عندك التريب يونت دي مقسومه نصين، جزء له علاقه بالبروتكشن وجزء له علاقه بالفانكشنز اللي نقدر نستغنى عنها. بمعنى ايه؟ كل ما هو له علاقه بالبروتكشن جوه ده بيبقى محطوط على حاجه اسمها ازك. ازك اللي هي ايه؟ ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت. يبقى كل ما هو له علاقه بالبروتكشن اوفرلود شورت سيركت، كل البروتكشن فانكشنز دي بتبقى موجوده على الازك اللي هي شغلتي الاساسيه، اللي هي الشغله الاساسيه. ودي الباور بتاعتها بتيجي منين؟ السؤال اللي دايما بنتساله. بتاخد الباور بتاعتها من الكارنت ترانسفورمرز اللي بتبقى موجوده في التريب يونت. هات لنا التريب يونت بتاعت كومباكت. ادي الكارنت ترانسفورمرز بتاعتنا. يبقى الكارنت ترانسفورمر بيقدر يطلع ملي فولت، الملي فولت ده يقدر يشغل الازك ولا يقدر يشغل لك الشاشه ولا يقدر يشغل لك اللمبات بتاعت القرايه ولا الكوميونيكيشن ولا اي حاجه من الحاجات دي. برضه شرحه كذلك. برضه ادي المايكرولوجيك الديجيتال، وادي الكارنت ترانسفورمرز بتاعتك اللي هم زي دول كده اهو. الكارنت ترانسفورمر ده بيبقى مسؤول ان هو لما يعدي في التيار، التيار ده كفايه انه يطلع ملي فولت يباور الايه؟ الابلكيشن سبيسيفيك اي سي اللي هي الازك. كل ما هو بقى حاجات بقى اديشنال زي ميترنج زي كوميونيكيشن، ده بقى بناخده من الفولت سيجنال اللي بناخدها من السيركت بريكر. وبالتالي اذا في فولت نقدر ناخد الفانكشنز الاضافيه، او بنقدر نستعوض عنها ببطاريه خارجيه بحيث ان البطاريه دهيت برضو تقدر تعمل باور للفانكشنز اللي هي الثانويه ملهاش علاقه بالبروتكشن. طب ولما احب اروح اتكلم مع البريكر برضو عشان بيجينا السؤال ده، طب انا كبروتكشن فانكشن موجوده هنا وحبيت اطلع الامر بتاع التريب للبريكر. لما كنا في الكومباكت، انا في الكومباكت انا عندي هنا زي ميتو بريليس صغير لو انرجي، اقدر ان انا بالباور البسيطه بتاعه السي تي اعمل الحركه الميكانيكيه اللي تعمل لي تريبنج للكومباكت بريكر. نفس الكلام برضو موجود هنا في الاير سيركت بريكر. نفس الكلام. لو جبنا بقى بصينا على السيركت بريكر من قدام هتلاقي عندك حاجتين، الحاجه الاولانيه هتلاقي عندك كل ما هو له علاقه بالتريبنج كويلز كوميونيكيشن، كل ما هو له علاقه بالكويلز بتاعه الكنترول. الكويلز دي ملهاش اي علاقه بالبروتكشن فانكشن بتاعه المايكرولوجيك. طب المايكرولوجيك بتتكلم مع مين؟ بتتكلم مع الميتوب. يبقى الميتوب اللي موجود هنا جوه ده لو انرجي كويل، وشرحناها في الحلقه اللي فاتت، قلنا ان اللو انرجي كويل ده عباره عن كويل بيبقى فيه مغناطيس كبير جدا والارجاب بتاعته صغيره جدا، وبالتالي تقدر تانرجايزه من خلال كاباسيتور. الكاباسيتور ده هو از تريجرد من المايكرولوجيك، سواء كانت فين سواء كانت مايكرولوجيك الكبيره او المايكرولوجيك الصغيره، تقدر تعمل تريبنج. وده الكويل اللي انت بتاخد منه من البورده، والبورده واخده الباور بتاعها، الباور سبلاي واخده منين؟ واخده من الكرنت ترانسفورمرز اللي هي بتبقى موجوده هنا. يعني يا باشمهندس هاني صراحه كده، حتى في عدم وجود الاكسترنال تريبنج كويلز اللي هنا بجميع انواعهم بقى ام ان او ام اكس او وات ايفر، كل دي حاجات بتساعد في حاجه اسمها اكسترنال تريب. يعني ابعت امر تريبنج خارجي من سيستم كنترول، سيستم سكادا. عايز تروح تتكلم مع البريكر اي تي اس سيستم، عايز تروح تتكلم مع البريكر، هروح اتكلم معاه عن طريق الكويلز الاكسترنال. هي دي اللي محتاجه اكسترنال سبلاي ايا كان نوعه. لكن البروتكشن سواء بقى بالمايكرولوجيك او ايا كان،
عشان يروح يطلع الامر بتاع التريف في حاله الفولت مش مرتبط بالحاجات الاكسترنال دي، هو سكته مباشره من المايكروجيك للميتو بريليز اللو انرجي ريليز كويل اللي مش محتاج الطاقه او السبلاي الخارجي مباشره للميكانيزم بتاع الفصل بتاع مين بتاع المفتاح بتاعه. وبالتالي سكه البروتكشن مختلفه تماما عن السكه بتاعه الكنترول اللي راكب عليها بعد كده السكه بتاعه الكوميونيكيشن والداتا وكل الكلام ده. الفصله دي مظبوط كده؟ مظبوط. وناخد بالنا كمان، خلينا في الكرنت ترانسفورمر الكبير، الكرنت ترانسفورمرز اللي احنا بنتكلم بيها اللي هي بتستخدم في الابلكيشن ده، القلب بتاعها مش قلب حديد، القلب بتاعها قلب ايه؟ نون ماجنتيك، هو اير كور، عشان كده بيبقى لينير على طول المدى بتاعنا من اول المينيمم كرنت ريكوايرد اللي هو بيبقى حاجه بسيطه جدا بالنسبه للسيركت بريكر انها تقدر تباور نفسها. طيب ما نشرح ده بشويه ثانيه، انت حضرتك تقول لنا ده كده عشان ممكن الناس مش فاهماه. يلا طيب احنا مشكوره مشوار ثاني، فكنا البريكر كده اللي ضحكوا ده شكل البريكر من الظهر بتاعه، واللي حضرتك شفتوهم بعد ما ده اتفتح كده دول الكونتاكتس بتاعته، نقط الدخول بتاعته، وادي الفيكسد كونتاكت موجودين هنا اهو، حضرتك لو شايفينهم دول النقط الفيكسد كونتاكت بتاعه البريكر، ودي النقط الموفينج كونتاكت اللي مع الحركه الميكانيكيه بيتحركوا لقدام فيقفلوا على الكونتاكتات اللي موجوده هنا اللي في ظهرها نقطه التوصيل. حضرتك عندكم نقطه التوصيل بتاعه الدخول والخروج بتاعه البريكر موجوده هنا، وبالتالي ده شكل الميكانيزم بتاع الحركه بتاعه الكونتاكتات سواء الفيكسد كونتاكت او الموفينج كونتاكتس اللي بتطلع وتقفل من هنا. وطبعا زي ما باشمهندس ثاني شرح كمان السيتيهات اللي موجوده تحت الميجرمنت مع دخول التيار. يبقى انت التيار الكونكشن بتاعتك دخلت من ظهر المفتاح في من الجنب هنا كده في اللور كونتاكتس، في اللور كونتاكتس طلعت على الموفينج كونتاكت، دي الموفينج كونتاكت، فين الفيكسد كونتاكت؟ ادي الفيكسد كونتاكت اهي، وسلمتك فين؟ نقطة الخروج. في نقطة الخروج. طيب ايه اللي فوق دول الصوابع الصغيرة دي اللي فوق؟ دي الاركينج كونتاكت. ديت الايه؟ اركينج كونتاكت، يبقى دي المين فيكسد كونتاكت، ودي الاركينج فيكسد كونتاكت بتاعة السيركت بريكر، ودي اللي هيتفرش فيها الارك في خلال الايه؟ الارك تشوت بتاعك. يبقى انت دلوقتي الارك تشوت لو شفناها هي هتبقى عامله كده، يبقى لما الموفينج كونتاكت بتتحرك كده اهو هتفرش لك الارك جوه فين؟ جوه على الارك تشوت، بحيث ان هو ده اللي هيبقى المسؤول عن انه يطفي الارك. لوحكم لما بيتحط مكانه موجود فوق هنا كده عشان في الاخر هو اللي يستقبل مع الفتحه بتاعه الارك مع الفتحه بتاعه الكونتاكت الفيكسد الموفينج، لما تيجي مع الفتحه راجع لورا كده بيتفرد على الارك شوت الطافي بتاعه. لا هي ممكن انا معايا واحده الصغيره بتاعتها، بص حاجه اللي هو كان على السكيل الصغير ده المفتاح المانيتشر الصغير نفس الفكره بتاع الارك شوت هنا، لما الكونتاكت تفتح وتتفرد على الارك شوت، طبعا مع فرق السكيلنج ما بين المفتاح المانيتشر للمفتاح الاير سيركت بريكر. تمام. طيب في كارنت ترانسفورمر بقى تاني جنب الكارنت ترانسفورمر الاير كور قلبه حديد، يبقى انا في عندي اتنين كارنت ترانسفورمر، كارنت ترانسفورمر للبروتكشن اند ميجرمنتس ده القلب بتاعه اير او بلاستيك لينير، وكارنت ترانسفورمر تاني قلبه حديد شغلته بقى ان هو يدي باور للشاشه. بس الكارنت ترانسفورمر ده عشان يبتدي يشتغل هتلاقي ان مع كل سيركت بريكر يقول لك ايه المينيمم كارنت، مينيمم لود كارنت الكفايه عشان الشاشه دي تبتدي تنور وتبتدي تطلع لك عليها ال سي دي بتاعتها تقرا. زي هنا باشمهندس ثاني برضه ده السي تي الاساسي بتاع الميجرمنت اللي معدي فيه الكونتاكايه بتاعتي اللي شايل امبير، وفي ظهره هنا زي ما حضرتك بتقول كده الباور سبلاي الصغير بقى اللي بيديني الفولتج الكافي عشان الشاشه والداتا تظهر والحاجات دي كلها. فزي ما تقول المين اللي انا محتاجه عشان الامبير والفصل موجود، والمساعد عشان يدي الكوميونيكيشن ويدي الشاشه بتاعتي. فعشان كده بنسميهم اير كور سي تي از فور ميجرمنتس اند بروتكشن، وايرن كور سي تي ده الباور سبلاي بتاعه البورده. تمام. اوكي. نيجي بقى للقصه بقى بتاعه لما بيكون في عندنا ام سي سي او مين ديستريبيوشن بورد. طيب احنا اللي بيهمنا ايه دلوقتي لما بنكون بنتعامل مع مين ديستريبيوشن بورد، والمين ديستريبيوشن بورد دي موجوده في مكان، احنا دايما واحنا بنفكر بالاند اوف مايند، احنا عايزين نوصل لايه. وبالتالي ابسط حاجه انت بتكون عايزها انك تاخد السكادا ابلكيشنز بتاعتك اللي هو ايه البريكر اللي قافل، ايه البريكر اللي فاتح، ايه البريكر اللي عامل فولت، كذلك
لو عندك الارمات طالعه لك من سبيد درايف، اي حاجه تبقى طالعه لك كاي او له علاقه بالستيدي ستيت، ستيدي ستيت اوبريشن اند ستاتس، ده اللي بنسميه الايه الاي او بتاع الايه اللوحه. طيب ايه بقى الحته الانتليجنس اللي ابتدت تظهر لنا؟ الحته الانتليجنس ان بقى في جوه السيركت بريكر دلوقتي حاجه مسؤوله عن البريدكتيف مينتنس. فالاول احنا قلنا بالترتيب كده كنا كونكتد، بعد كده بقى عندنا ديستربنس ريكوردنج، بعد كده بقى عندنا بريدكتيف مينتنس. بقى السيركت بريكر بقى جزء من الاسيتس اللي بتبقى موجوده في النظام المعلوماتي بتاعك المسؤول عن الصيانه، وبالتالي بقى السيركت بريكر هو اللي يبعت لك يقول لك انا الستيتس بتاعي ايه ك مينتينابيليتي. بمعنى ايه؟ لو خدنا برضو البريكر الجميل ده، ايه الداتا اللي تقدر تاخدها من السيركت بريكر؟ اولا مثلا هنا انت شايف الارك ده اللي موجود كونتاكت، وبالتالي انت زمان كنت عشان تعرف حاله السيركت بريكر ده كنت بتعمل له اختبار اسمه كونتاكت ريزيستنس تيست، وبالتالي كنت بتطلع السيركت بريكر من الخدمه واقفل الكونتاكتس وتقفل الكونتاكتس وتعمل الاختبارات. دلوقتي السيركت بريكر بيأكوميليت الستيتس بتاعه، بيقيس الترافل تايم بتاعه، ويقدر ان هو من الالجوريزم الموجود جواه يبعت يقول لك والله حاله الستيتس بتاعه الكونتاكتس بتاعتي 80% 70%، وبالتالي وفر عليك خطوه الايه الديستربنس ريكوردنج. طب ايه كمان؟ اسال سؤال هنا يعني مش مصني، دول كانوا زمان تو بريكرز في نفس الخليه، فكان المعتاد ان انا كل ست شهور بعمل لهم صيانه او كل سنه بعمل لهم صيانه، باعتبار كان كل الداتا اللي عندي كونكتد فستاتس انبوت اوتبوت، فاللي اقدر اعمله ايه ان انا زي ما تقول سكيدول مينتنس بتاعتي كل فتره معينه. لكن دلوقتي انا اقدر ابقى عارف حتى لو هم اتنين بريكرز في نفس اللوحه من الداتا الاكيوميليتيف اللي عندي، زي ما حضرتك قلت بقى هو فتح كم مره وقفل كم مره وفتح كم مره على شورت سيركت، وبالتالي من الداتا اللي موجوده اقدر اقول لا البريكر ده رقم واحد او رقم اتنين، واحد فيهم محتاج صيانه بدري عن التاني، واحد فيهم مشكله عن التاني، لان انا قادر اتابع الداتا بتاعته مش بس ستيتس. مظبوط كده؟ هي مظبوط، بس نزود عليها حاجه بقى. هو انا في لوحات وجودها في المنشاه بتبقى واخد منها كريتيكال اوتبوتس، وبالتالي ما عندكش الرفاهيه انك تقدر تسكيدول المينتنس كتير. عندك مثلا داتا سنتر او او او، وبالتالي انك تخرج معده ولتكن اللوحه انك تعمل لها الصيانه الوقائيه، ده ممكن بعد ما تفتحها وتشتغل فيها وتلاقي ان انت موجود في جو كن الجو نظيف ومفيش حاجه مفكوكه وكل حاجه سليمه فيها، طب انت دلوقتي خسرت مثلا اربع خمس ساعات كنت بتعمل فيهم اجراءات الاختبارات بتاعتك، يبقى اربع ساعات انت كنت مضطر توفر تغذيه بديله للحمل الاساسي اللي انت كنت شغال فيه. طيب انا لو ريحتك من الاربع ساعات دول بدل ما كنت بتعملها كل سنه او سنتين، انا بقيت خليتك تعملها كل اربع سنين او ثلاث سنين، فانت استفدت بالانترفال الزياده. بس عشان نوصل للجزء ده محتاجين نخلي بقى اللوحه تبقى ايه؟ تبقى سمارت. ايه بقى سمارت؟ ان السيركت بريكرز تقول لك الستيتس بتاعي ايه، انك تبقى حاطط جوه مونيتورنج للثيرمال كونديشن بتاعك، انت اللي يهمك الرباطات جوه، وبالتالي بتحط تمبريتشر سنسورز موجوده جوه اللوحه، مهتم انك تعرف درجة الرطوبة والأتربة والكلام ده هو تبقى موجودة جوه. طب لو عندك كابل، الكابل ده ابتدى يخمر وابتدى يطلع السموك الهالوجين او whatever السموك اللي بيطلع من العزل بتاعه، فبنحط برضو ديفايس جوه، الديفايس ده برضو بيقدر يشم في اير سامبلر، يقدر يشم الدخنة بتاعت سيحان السلك، وبالتالي انت ما بقتش محتاج انك انت دايما عايز تفتح اللوحه وتبص جواها. فكل ده له علاقه بالصيانه التوقعيه بريدكتيف مينتنس. كل لما حملنا على جزء البريدكتابيليتي بقت اللوحه سمارت اكتر واكتر واكتر. طبعا سؤال كمان مش مهم ثاني، فكره انها دايما الداتا دي بتبقى
كلاود بيزد، يعني بقى دلوقتي مفيش حاجه اسمها سوفت وير عندي، لا دايما الداتا دي كونكتد وتبوش الداتا اللي عندها على كلاود، وانا اقدر بعد كده من الداتا اللي اتلمت دي اعمل لها اناليسز. الفكره دي الناس ساعات بتبقى متخوفه منها، طب انا كده الداتا بتاعتي مش عارف رايحه فين، طب موجوده على كلاود. الناس كانت متعوده دايما انا عندي السوفت وير اللي بكونكت بيه على الديفايس بتاعي، انا اللي شايف وانا السوفت وير بس للديفايس بتاعي. الفكره بتاعت الكونكتيفيتي وفكره ان السوفت وير كله بقى كلاود بيزد، الفكره دي ايه الميزه بتاعتها وايه اللي لازم اخد بالي منه برضه؟ طيب هو الدنيا كلها لسه ما اتقلبتش كلاود بيزد، هو انت تقدر تختار، الاختيار بيبقى بتاعك. تمام. انت عايز تقلل من تكلفه الانستولد سوفت ويرز بتاعتك اللي موجوده، انت بس بتوصل السمارت بانلز، والسمارت بانلز دي انت مش عايز تدفع ثمن السوفت وير ولا تدفع ثمن المينتنس بتاعه، عايز بس تاخد جزء السبسكريبشن اللي يهمك اللي يهمني، وبالتالي بتاخد الباقه اللي بتهمك انت كمونيتورنج. فبتقول والله انا عندي مثلا بنك، والبنك ده عنده 50 60 فرع، وانا عايز اقلل تكلفه الصيانه اللي انا بعملها، ان انا اروح ال 50 فرع دول اعمل فيهم بقى، احط فيهم كهربائيه واعمل فيهم سكيدولد مينتيننس. وبالتالي لو انا هقضي في البنك ده سكيدولد مينتيننس في حاجه، انا اقدر الغيها بحكايه البريدكتيف مينتيننس، ان انا ابقى كونكتد تو ذا كلاود. يبقى انت كده وفرت انك هتروح 50 فرع تعمل فيهم الانسبكشن ده من خلال ايه؟ تعال نشوف اللوحه دهيت كده. اللوحه دهيت نموذج للوحه موجوده في فرع من فروع مثلا البنوك، وهنقول بقى دي لوحه. انا مهندس مسؤول عن المينتنس لبنك من البنوك الكبرى، ودي لوحه موجوده ولتكن مثلا موجوده في محافظه بعيده عني. طيب ايه اللي انا بحتاجه في اللوحه دي؟ اولا هيهمني كل ما هو له علاقة بالكريتيكال فانكشنز بتاعتي اللي هي بتبقى موجودة، حاجة مثلا بتغذي مكنة الاي تي ام، حاجة بتغذي اليو بي اس، حاجة whatever، اي حاجة لها علاقة بالكريتيكال لودز يهمني ان انا اعرف الاستيتس بتاعها قافلة ولا فاتحة. اي حاجة لها علاقة بالميترنج، ان انا اقدر اعمل ميترنج بحيث ان هو الحمل شغال، الحمل ساحب، الحمل مش ساحب، كمية الامبير اللي مسحوبة اقدر اخدها. كل ما هو له علاقه مثلا بكل الاوردرز اللي انا الاوتبوتس اللي انا انترستد ان انا اعرف ان انا اعمل عليها ريكلوجر. مثلا عندي مثلا سيركت بريكر حصل عليه ايرث فولت، وهنا عندنا انتليجنت مينيتشر سيركت بريكرز بتقدر تفرق ما بين هو الايرث فولت ده ايرث فولت تيمبوري ولا ايرث فولت كان بي ريسيتد من خلال التيار اللي اتقطع. وبالتالي نقدر نبعت ريكلوزنج فانكشن للسيركت بريكر ان هو كان فولت عابر، وليكن مثلا رطوبه او يكون حاجه ان انا قدرت اعملها بحيث ان انا اقدر اقفل تاني. ولو الفصل كان على تيار كبير السيركت بريكر هترفض انها تعمل ايه؟ انها تعمل الريكونكشن، انها تعمل الريكلوجن. طيب الكلام ده هو هيسافر معايا ازاي؟ هيسافر من خلال حاجه اسمها الويب سيرفر بتاعي، السمارت انترفيس كوميونيكيشن. ده على طول بياخد الداتا دي كلها وبيبعتها سواء على لاند لاين او يبعتها على سيم كارد كوميونيكيشن، يبعتها على الكلاود بحيث انك تقدر وانت بعيد خالص تشوف اللوحه دهيت من غير ما تضطر انك تركب سوفت وير عندك في الايه في اللوحه. يبقى دي كده بنسميها سمارت بانل تنفع في برانش من البرانشات بتاعه البنوك. طب انا عندي سؤال يا باشمهندس هاني، معنى كده مش فكره سمارت معناه ان انا هاخد كل الفانكشنز، بمعنى مش شرط ان انا على كل بريكرز احط عليه فانكشن ريكلوجر، بمعنى انا مش محتاج على كل بريكر ابعت له الامر بتاع الفصل والتوصيل ريموتلي. ده اول سؤال. الحاجه الثانيه، ايه الليفل اللي انا محتاج على مستوى ان انا اركب باور تاج على ليفل ماينيتشر سيركت بريكر بيقرا الكونسومشن بتاع دايره خروج في لوحه؟ انا شايف مثلا راكب في بريكر هنا او مش راكب هنا، امتى القرار يبقى صح ان انا احط باور تاج او ليفل ان انا اقرا على كونسومشن على ليفل ماينيتشر؟ والسؤال اللي قبليه حضرتك لو فاكر كده، ليه هل محتاج اخلي كل البريكرز عليها كنترول اون واوف ولا لا؟ طيب احنا امتى بنحتاج نعمل قياسات؟ بنحتاج نعمل قياسات لما بنكون محتاجين نعمل بنش مارك. بالنسبه لايه؟ عندك مثلا فرع الفروع، مثلا انا دايما بركز في حكايه فروع البنوك. ليه؟ لانها بتبقى مختلفه سواء من ظروف التشغيل او حتى المعدات اللي راكبه. فمثلا في مكان عندك نوع تكييف معين، وفي مكان تاني براند تانيه من التكييف،
فانت بتقدر بتشوف والله نفس السكوير متر اللي موجود بتقدر تقارن هو البنك ده performance كبنش مارك ما بين فرع موجود في نفس المدينه بس ده موجود في مثلا العجوزه وده موجود في مصر الجديده. ليه الاثنين في اختلاف ما بينهم؟ ممكن تلاقي بعد كده ان في عندك والله التكييفات اللي راكبه مثلا خلاص عمرها خلص او not efficient، وبالتالي تقدر انت تطلع دايما بالcritical points اللي انت عايز تشتغل عليها عشان تحط priorities بالنسبه للانفستمنت بتاعتك اللي انت ناوي تعملها. يعني بساعد متخذ القرار بالداتا اللي انا اديتها له. شفتها قبل كده برضه مثلا تلاجات العرض مثلا في المحلات بتاعه العرض بتبقى التلاجه دي من الاسيتس المهمه اللي فيها بضاعه مهمه بالنسبه له، فبالتالي برضه يهمه زي ما حضرتك قلت كده يبنش مارك يقارن ما بين تلاجتين في فرعين مختلفين. الحاجات دي الكومباريزنز على الليفل ده هي اللي ممكن تخلينا نحتاج الاوبشن بتاع الميجرنج للكونسومشن على الليفل بتاع الدوائر البسيطه بتاعه الفاينل سيركتس. يعني مثلا لو ليكم مثلا عندك محل سوبر ماركت تشين من عندك ماركت صغيره، تقدر تمونيتور البيهيفير بتاع الناس اللي شغاله، هم كين ان هم بيقفلوا الثلاجات ولا لا، ولا الثلاجات على طول مفتحه، هو الناس ده هي في مشكله في تنظيف الفلاتر. وبالتالي انت النهارده الداتا البيج داتا بتبقى كتير قوي، فانت عايز حد ان هو ينظمها لك بطريقه انك انت اول ما تبص على الريبورت عينيك على طول تروح على ايه المشكله. لكن لو انا رميت لك على طول داتا 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 داتا، مين اللي هيعمل لك داشبوردز؟ مين اللي هيعمل لك هيت مابس؟ فالحاجات ديت كلها هي دي اللي بتعملها الكلاود. يعني قصدي حضرتك انا لو ده المفتاح العمومي انا ممكن اقرا الكونسومشن على المفتاح العمومي، بس الداتا اللي طالعه منه مش هتساعدني اخد قرار. طول ما انا بقرا التوتال انا مش قادر اخد قرار، لكن ساعات بتبقى بعض الدوائر الخروج هي اللي عليها اللودز اللي انا مهتم ان انا زي ما حضرتك قلت كده ده الاسيت الاساسي بتاعي، فبالتالي مراقبته وان انا اخد الداتا بتاعته هتساعدني في سواء بقى زي ما حضرتك قلت مينتنس، ساعدني اخد قرار، ساعدني البراند الاحسن، ساعدني انا افيشنت ولا لا. اديني كده الاسئله لو سمحت. في سؤال جالنا من كان بيسال على السمارت بانلز بتاعه الفيدر بانلز اللي موجوده في السمارت سيتيز. جالنا من الباشمهندسه رغد كانت بتقول ايه، كنت عايز اعرف لو مثلا بناخد كل الاستيتس لاي سويتش في لوحه المنخفض عشان اربط مع السي او سي. سي او سي اللي هو كوماند اوبريشن سنتر اللي بيبقى موجود في مدن الجديده اللي احنا بنعملها. وبالتالي نتخيل دي باشمهندسه رغده اللوحه دي مثلا تكون بتاعه طرمبات مثلا بتاعه رافع من الروافع اللي موجوده اللي مسؤول عن هو يرفع ميه المطر مثلا، او فيدر بيلر بتاع اضاءه شوارع ايا كان. يبقى انا النهارده لو انا عندي ده الخروج اللي مدي الفرع بتاعه الاضاءه بتاعه الشارع نمره مثلا شارع التسعين، يبقى انا عارف ان القطاع نمره واحد ده راكب فيه 20 عمود نور، ال 20 عمود نور النورمال كارنت بتاعهم لما بعمل لهم كوميشننج العمود مثلا 200 واط في 20 يبقى مثلا هيسحب مثلا 6 امبير، يبقى الفرعه دي على طول سحبه 6 امبير. اللي جنبيها بتاعه الناحيه الثانيه فيها 70 عمود يبقى هتاخد مثلا 6 امبير. طب ال 4 امبير بقت 2 يبقى انا عندي مشكله. ال 6 امبير فصلت خالص يبقى انا في عندي شورت موجود. وبالتالي انت النهارده كل ما هو له علاقه بالتريبنج، كل ما هو له علاقه بالميترنج بتقدر تركب جنبيه الكوميونيكيشن سيرفر يرمي لك الداتا دهيت على الكلاود وتقدر ايه تسحبها. مش بس كده، كمان لو انت برضو خايف على الداتا بتاعتك مش لازم يرميها على الكلاود، ممكن يكلم سيرفر عندك يرمي عليها الداتا موجوده على السيرفر وايرلس كوميونيكيشن. برضو لو موجود عندك فايبر او موجود عندك كوبر كوميونيكيشن يقدر يديلك الكلام ده هوت من خلال سويتش، تقدر تطلع بالداتا دهيت وتطلعها على سي او سي. طب عندي عشان سؤال، يبقى انا ممكن البريكر احط عليه حاجه تقيس لي الميجرمنت كونسامشن بتاعته وتاخد الداتا بتاعه الكونسامشن الامبير والفولت وبالتالي الباور وبالتالي يبقى عارف هل في حاجه فصلت ولا لا. بس السمارت ما هياش ايه، ما هياش كلمه اون واوف، بمعنى
انا مش هاخد كل حاجه، ما انا ممكن اعمل على البريكر ده مجرد المونيتورنج بتاعه عن طريق التاج هنا والم الداتا بتاعه الامبير والفولت والباور، لكن مش محتاج اعمل له ريكلوجر مثلا، او الاوبشن ده مش محتاجه في الفيدر ده. لكن في حاجات تانية انا ممكن اكون الاولى بالنسبه لي ان انا احط عليها السمارت بتاع الفتح والقفل بدون ما اكون محتاج اعملها كونسومشن. هي على حسب اللود شكله عامل ازاي والابلكيشن شكله عامل ازاي، ما هياش باكج واحده، انا هنا ممكن اعمل حاجه هنا ممكن اعمل حاجه. بالظبط. يعني مثلا عندك رافع، والرافع ده مثلا بتاع مية صرف، بياره والبياره دي فيها ترومبه غطسه، والترومبه الغطسه دي قعدت فتره ما اشتغلتش، وبالتالي بقى شو عليها شويه رطوبه، لما جيت تعمل لها ستارت الايرث فولت بتاعها فصل، بس في الستارت ده القيمه بتاعته كانت كفايه انها تطير الايه، طير الرطوبه، وبالتالي السيركت بريكر تقدر تعمل عليه ريكلوجر وتقفله تاني اوتوماتيك. زي ما بقولت برضو كمان الاستفاده بالنسبه للبشمهندسه اللي سالت في المدن الذكيه، لو مثلا عندك دي مثلا بيدي اشاره مرور، واشاره المرور مثلا طافيه، مش لازم اشاره المرور ان انا اركب عليها كوميونيكيشن اعرف هي شغاله ولا لا، انا لقيتها طافيه من خلال انها ما بتسحبش امبير، او ان السيركت بريكر عامل تريب، وبالتالي اعرف ان الميدان الفلاني ده فيه الاشاره شغال. حاجه تانية كمان برضو هتلاقي في المدن الجديده، هتلاقي هابز المفروض انها بتجمع داتا، مثلا عندك سمارت اريجيشن، يعني مثلا هتلاقي كتير انك بتستعمل انظمه ري حديثه بالذات في المدن اللي بتتعمل في الصحراء مثلا زي العاصمه الاداريه، حاجه مثلا بتروي جنينه، والجنينه دهيت انت عايز تقتصد في الميه اللي انت بتصرفها، وبالتالي بنحط حاجه اللي هي بتقيس نسبه الرطوبه اللي بتبقى موجوده في التربه، وعلى حسب نسبه الرطوبه اللي في التربه دهيت انت بتاخد القرار بتاع التشغيل، والله امتى انسب وقت ان احنا نعمل نروي عشان الزرع ده ياخد كميه الميه بتاعته، بتستخدم الايه السمارت بانلز. طيب عشان ابقى خلصنا السؤال بتاع مهندس رغده، كمان بتسال على ربط البلرات والكفرهات، هل برضو محتاج يبقى سمارت واخد الداتا من البلرات والكفرهات كمان غير على السمارت بانلز نفسها؟ زي ما بنقول على حسب، انت عندك اضاءه في الشارع مش لازم يكون عندك الاضاءه اللي راكبه في الكشافات سمارت، يعني مش لازم يكون فيها هوت سبوتس والدرايفرات بتكوميونيكيت، انت تقدر اللينيا نفسها، تقدر من اللينيا نفسها وانت بتعمل لها كوميشننج عارفين هم كام عمود نور، وبالتالي توفر ثمن الدرايفرات بتاعه الكوميونيكيتنج بتاعه عواميد النور، وتعتمد بس انك انت بتركب الباور تاج. الباور تاج دي اللي هي ايه، عباره عن جزء بيتركب فوق المينيتشر ده بيقيس التيار اللي داخل فيه من خلال الكرنت ترانسفورمر ده، يبقى قرى كميه التيار وفي نفس الوقت واخد الفولت، فهو قاري تيار وفولت وفار وكل حاجه، وبيبعت الداتا دهيت على الانترفيس موديول ده. الانترفيس موديول ده اللي بنقدر ناخد منه سواء الاي اوز بتاعه البريكرز قافله ولا فاتحه ولا لا، الميترنج بتاعنا، وبعد كده كل الداتا دي بتخش على البانل سيرفر. البانل سيرفر ده هو اللي بيسافر بيبعت لك الحاجه سواء كانت على سي او سي او على الكلاود على حسب الابلكيشن بتاعه. طيب نرجع لاسئله بقى عاديه، فكره برضو كان سؤال من مهندس علي خضير، دخول وخروج المفتاح، هل شرط الدخول من اتجاه معين الخروج من اتجاه معين على البريكر هنا، هل شرط يكون الدخول من هنا والخروج من هنا او العكس، تفرق حاجه في اداء البريكر؟ في سيركت بريكرز بينبهك بيقول لك في سيركت بريكر ما ينفعش اساسا تغذيها من اتجاه تاني، لانها ودي كانت مده كيس بريكرز القديمه، لانها كانت طريقه الاركنج بتاعها كان بيعتمد على اتجاه التيار، دي ما بقتش موجوده في اغلب، في 99% من السيركت بريكرز ار نون دايركشن. ولكن في سيركت بريكر مثلا زي الاير يقول لك مش هتقدر تاخد الفانكشن بتاعه الميترنج الا لما تقفل السيركت بريكر، لانه واخد الباور سبلاي بتاعته وليكن مثلا من على التيرمينالز اللي تحت، فمش هيقدر يديك باور للسكندري نون بروتكشن، الحاجات النون بروتكشن اللي لما تقفله. في الحاله ده هي بتضطر تجيب له بطاريه عشان تقدر تاخد منه الميترنج والشاشه والحاجات دي تبقى شغاله حتى لو السيركت بريكر مفتوح. فدي ملهاش علاقه بالبروتكشن، يعني الدايركشناليتي ملهاش علاقه بالبروتكشن، ولكن لها علاقه بالاديشنال فانكشنز اللي تقدر تاخدها. وبالمره برضو عشان السؤال الثاني مش سنين، البريكر هنا اربع بولز وبيميجر كمان على البوله بتاعت نيوترال، يعني انا مش بس البريكر ده حاجه ده من نوع الاربعه بولز، بقى في حاجه اسمها 4 4 بي
4 دي. 4 دي يعني بديتكت الكرنت بتاع نيوترال كمان، وبالتالي اقدر اخد قرار فصل على اساس الامبير بتاع نيوترال. فهنا المفتاح ده 4 بول، وكمان بيديتكت او يقدر يميجر كمان الكرنت بتاع نيوترال. عشان برضو جالنا السؤال بتاع امتى 4 بولز وامتى 2 بولز. طيب هي نمبر اوف تولز موضوع از ليتل بيت ديفرنت من نمبر اوف ميترنج بوينتس، وبالتالي خلينا نفصل هنا الموضوع. حكايه امتى بنفتح النيوترال، كان جالنا السؤال ده من باشمهندس مدحت السيد، امتى لازم نستخدم مفاتيح 4 بول و2 بول وانا بصمم اي مشروع؟ لا، ونص السؤال الثاني، هل مقصود حمايه النيوترال ولا لا، ولا هناك اسباب اخرى؟ يبقى احنا السؤال ده مقسوم نصين، امتى اضطر افصل النيوترال وامتى احمي النيوترال. فمهم جدا الايه الفرق ده. طيب هنعمل بقى ايه الشكل المبسط التالي. انا عندي السكندري بتاع الترانسفورمر اهو، وادي نقطة النيوترال بتاعة الكشك، وادي نقطة الارض بتاعة الكشك المحلي، وادي انا واقف هنا كده على ديستانس، الديستانس اهي من اول هنا لغاية هنا، وجايلي كوندكتور اسمه نيوترال، وجايلي كوندكتور اسمه بي اي. دي الكيس الأولانية اللي هي هتكون الكيس اللي هي اسمها ايه تي ان، لان التي ان هيبقى مختلف عن التي تي، هيبقى مختلف عن الاي تي. النيوترال ده بما انه بعيد وفي لود موجود هنا اهو، اللود ده عامل دلتا في على اللود اللي هو الاي سكوير ار بتاعة الاكتف باور بتاعتي اللي خدها، وبالتالي من اول هنا ادي نيوترال، ده كابل نيوترال هو ادي ال1، من اول هنا لغايه هنا في فولتج دروب. لو جبت فولت ميتر اهو وحطيت التيرمينال بتاعته هنا وابتديت امشي مع السلك ده، لو تخيلت ان السلك ده فيه نقط كده قاعد اقيس، وجيت رسمت الجهد اللي بقيسه، يبقى انا عند ابعد نقطه انا قاري اعلى فولت، وعند لما البروب دي تيجي هنا حقها زيرو. وبالتالي لو جيت رسمت الخط ده مثلا هلاقيه عامل كده اهوت كفولتج دروب بتاع الايه، هو هيكون لينير. لو احنا اعتبرنا ان هو ار هيبقى اي في ار، فهو هيبقى خط مستقيم مش منحني زي ما انا عملته كده، فهو هيبقى ايه اي في ار. طيب الفولت ده بقى لو اكتر من 50 فولت على حسب طول السلك، ممكن يوصل 50 حسب الامبالانس، والامبالانس اللي راجع فيه وحسب بقى اي حاجه قابله ترجع فيه، ويعتمد على الاي قد ايه اي راجع وقد ايه ار موجوده. مظبوط. فكل ما هيطول مع نسب احماي مع اللود سنجل فيز مش متوزع كويس على الثلاث فازات، هيبقى عندي نسبه كبيره من الامبالانس راجع مع طول الكابل عامل لي فولتج دروب على النيوترال ده كل ما انا ماشي. وبالتالي ومعلش وده اللي بيفسر ليه الناس تيجي تقيس في اللوحه بتاعته يقيس النيوترال مع الجراوند ليه قاري، وبيستغربوا ان ده موجود، لان يا جماعه احنا اللي اتفقنا ان نخليه زيرو هي النقطه النيوترال بتاع الترانسفورمر، ده الزيرو زي ما تقولوا الزيرو ريفرنس بتاعنا. لكن تيجي في اللوحه بتاعتك بتقرا نيوترال مع الجراوند اللوكال بتاعك، فطبيعي تقرا عليه بقى ال 5 فولت 12 فولت وات ايفر بقى الرقم ممكن يوصل لكام. فالنيوترال هو لايف كوندكتور زيه زي اي، طبعا مع فرق بسيط طبعا عن الفيزا العاديه، بس في الاخر هو كارنت كارين كوندكتور علينا ان احنا نعمله بالطريقه دي. طيب وبالتالي لو انا عندي ادي الارضي المحلي بتاعي، ده الارضي المحلي بتاعي، ووصلت دي بهنا كده بقى دي ايه بي اي. طيب دي يبقى لو انا جاي لي السلكه دي كده بيفرضوا عليا منين ما نيوترال يخش عندي في المكان، ارجع ان انا اوصل النقطه دي بايه بالنيوترال بالجراوند النقطه دي هنا كده اهو. يبقى بالتالي لو كل ده كده بقى متوصل مع بعضه، لان انا لازم اول ما نيوترال يخش لي ادي له ريفرنس محلي. طيب لو دي ما كانتش جايه لي بقى السيستم اسمه مش تي ان، بقى اسمه ايه تي تي. يبقى الاولاني تي واصله بالان، دي كده كانت التي، ادي هنا دي اسمها تي يعني تير بالفرنساوي، وادي تي واصله اهي بالان
فبقى السيستم ده كده اسمه ايه؟ تي ان. وبالتالي النيوترال هنا دلوقتي كده بقى واخد نفس جهد الارض بتاعتي، وبالتالي إز مهما كان عليه جهد ما عنديش مشكله كبيره. اي ام بالانسنج الفولت بتاع النقطه دي مع الفولت بتاع الايه؟ بتاعه النقطه دي. ولكن للاسف في عمراتنا كلها وفي بيوتنا كلها ما بنرجعش نعمل الخطوه بتاعه الرابطه دي مره ثانيه، وبالتالي بيبقى عندك نيوترال بنسبه كبيره ممكن ياخد جهد بالنسبه للوكال جراوند بتاعك. لا بتبقى موجوده، لا هي اللي بتبقى مش موجوده، لا لا هي اللي بتبقى مش موجوده، هي دي اللي بتبقى موجوده عندك، دي بارت الارضي اللي موجوده في الايه في اللوحه عندك، بتبقى الباور بتاعتك اسمها بي اي ان مظبوط، ودي اللي بتاخد منها الارض الجديد اللي انت بتدي بيه الاحمال اللي بتاعتك. انت بتاخد منك الاحمال بتاعتك اللي بتبقى فيه بقى دي. لو اتعملت كده، دي لو اتعملت كده لازم يكون عندك شبكة الارض دي افكتف جوه عشان تقدر النيوترال ده ما يكهبكش. اللي مش موجود عندنا في مصر انه بيجي لكش بي إيه من بره، بي اي من بره. امال ايه اللي بيجي لنا؟ ان بي اي ان. يبقى كده دي كلها هتتشطب، فاللي هيجي لك من هناك بقى ايه؟ بي اي ان. وبالتالي بقى البي اي هنا ما تقدرش تفصله. ليه؟ لانه ما بقاش بس نيوترال، بقى بي اي كمان، ده بقى كمان بي اي. يبقى وظيفه البي اي تاخد برايورتي عن البي ان. عشان كده لما ما بتوصلش دي عندك في البيت، يعني انت النهارده بتيجي عندك في البيت، في البيت بتاعنا بتلاقي ايه اللي موجود؟ ادي اللي موجود في البيت، هم الطرفين اللي فوق دول بس. بيبقى جاي لك بي ان، وبيبقى حضرتك عندك الارضي، ما عندكش ارضي في البيت، فانت بتبقى واقف. وبالتالي نقطة الان قلنا ان نقطة الان هي عليها جهد، ادي فرق الجهد اهو، ده اللي هيبقى موجود على اطراف صوابعي. ليه؟ لان الان اهو، ادي الان، وادي نقطة الجراوند بتاعتك اللي موجودة، ادي الجراوند بتاعتي. وبالتالي لما هحط ايديا هنا على النيوترال انا بقى ايه؟ بتكهرب. عشان كده بنقول ايه؟ انا ما اقدرش افصل ده عشان الحته دي. وبالتالي منين ما بيكون عندي تي ان سي، يعني جاي لي بي اي ان، ثلاثة بول وانا مغمض، ممكن تتكهرب. وبالتالي بيفرضوا علينا في انجلترا الحته اللي دايما بنقولها، ان حضرتك دايما تقرض النيوترال بتاعك بره الايه؟ بره كشك المحول، بره الكشك. عشان ايه؟ عشان لو الدلتا بتاعه المحول حصل لها انهيار، ادي ارضي كشك المحول. وبالتالي لو حصل عندك فولت هنا والفولت ده هنا، لو انا فاكر صح ادالك فولت اكتر من 600 فولت، نتيجه ان التيار اللي موجود هنا مع الريزيستنس العاليه اللي موجوده، هو التيار از ليميتد، ولكن الفولت از فانكشن اوف اي فولت تايمز الار بتاعه الفولت، بيسموها هوت، هيبقى ده اسمه كده هوت، شكل هوت ايه بس ده كده صعب ان انا اخد الفولت ده اروح بيه للشبكه بتاعه اللو فولت دي. اه هيبقى اسمه هوت سايت. وبالتالي بيقول لك ابعد 8 متر وقرض النيوترال فين؟ هنا. يبقى هتيجي على كابل النيوترال وفي اول فيدر بيلر بتقرضه بعيد عن المحول. بتقرضه بعيد عن كشك المحول. يبقى هنا دي كده هتبقى دي نقطه الكونكشن بتاعه الارضي، وادي الارضي البي اي بتاع السيستم، وادي الارضي بتاعك اللي هتقرضه وتوصل الوصله دي بره المحول، ما تبقاش موجوده جوه الايه؟ جوه الكشك. ببساطه ليه؟ عشان الفولت اللي حصل بسبب البريك داون ناحيه الميديم ما بقاش انا السبب ان انا اخدته وديته ناحيه السايد بتاع اللو فولتج بتاعي، فبيبقى فيه زي ما تقولوا ريكومنديشن هنا ان انا افصل ما بين الارضي بتاع اللي هيتربط على الميديم مع النيوترال لما احب اقرضه، عشان ما تسببش موضوع ترانسفير بوتنشال. عايزين مره الارسنج بقى ناخده على روقان، عشان لو فتحنا هنا اوكي يبقى في الاخر الموضوع ان انا افصل اللاين وافصل النيوترال، ده يعتمد هو النيوترال هيتعامل معامله الهوت كوندكتور ولا لا. احنا دايما بننسى ان الباور بتأوسيليت ما بين الاثنين، وبالتالي مفيش حاجه اسمها هوت وكولد واير، هو مش كولد، هو اسمه جراوندد واير. وبما انه جراوندد واير، فانت بالنسبه لك لما انت بتكون على نفس الجراوند دي، حضرتك واقف هنا كده
وبالتالي لما هتجيب الفولت ميتر وتقيس ما بين الطرف ده والطرف اللي انت واقف عليه هيبقى الطرف ده عليك. هيبقى ايه كولد معلوش جهد ليه لان انت بتقول ايه والله انا الاثنين نفس الايه نفس الحاجه ولكن وانس ان الحته ده هي بقت النيوترال ده بقى مش فيكسد في نفس البوينت اللي انت واقف فيها بقى فيكسد في نقطه بعيده جدا فبقى الريموت ايرث بتاعه اللي هي الحقيقه بتاعه الترو سيجما في بتساوي زيرو يعني النقطه انا هي دي الستار بتاعتك خلاص صح يبقى انت النهارده ايه النقطه بتاعه السيستم اللي فيه ال وام انه سيجما في بتساوي زيرو دي نقطة سيجما في بتساوي زيرو دي الزيرو الكهربي بتاع نيوترال اما الزيرو بتاعك انت ملوش دعوة بالزيرو ده مفيش حاجة اسمها في الدنيا في الكهرباء اسمها زيرو هو زيرو ما بين نقطتين ولكن كل واحد عنده الايه ريفرنس بتاعه بالتالي لما باجي بقول سيجما في بتساوي زيرو وعملت فيكسنج للنقطة دي كده اهي والنقطة دي بقت ماشية معايا لو انا لو خدت البي اي ده ومشيت بيه لحد هنا اهو كده فباجي بقول ايه اي ام بدعي انه جبت لك الزيرو لغايه عندك الزيرو جه لغايه عندك وبالتالي الزيرو بتاع الباور سيستم هو نفسه الزيرو بتاع سعادتك اللي موجود ايه في هنا فالزيرو ده هو الزيرو ده لو خدت فولت ميتر وحطيته هنا وحطيته هنا هقرا كام ما بين الاثنين هقرا زيرو بس مش ده عليه عشان انا موصل ما بين الاثنين دول ايه بي اي ولكن وحط تحت شرط ولكن لما يجي لك فولت بقى اي فولت هيرجع في البي اي يو ار نو لونجر عند نفس النقطه دي لان في تيار مشي من النقطه دي لان ايه للنقطه دي وبالتالي حضرتك ادي الفولتج دروب اهو فعشان كده there is limitation لازم الريزيستنس دي نبقى عارفينها الار وعارفين اي فولت في ار بتساوي كام يبقى ده التاتش فولتج بتاعك واللي لو ده في اللحظه بتاعه الفولت لكن عشان بس تبقى ربطنا بالسؤال يعني عشان بس حاجه نبقى لخصنا كده النيوترال هو في الاخر عليه جهد والجهد ده لاسباب كتير صح شفته كده بيبقى راجع فيه كارنت بسبب ان الزيرو الاساسي بتاعنا عند الستار بوينت وبالتالي عايزين نعامله معامله انه احيانا لا مش احيانا بنسبه كبيره هيبقى عليه فولتج وبالتالي فكره ان انا افتح النيوترال كوندكتور او ما افتحوش مرتبطه بوضعيه النيوترال ده شكله عامل ازاي لان في الاخر هو لو قست الفولت بتاعه بالنسبه للريفرنس جراوند دايما هتلاقي عليه فولتج فكره بقى افصله او ما افصلوش النقطه دي كده خلينا مره نبقى نتكلم مره محاضره للارسنج بشكل عام ونقسم الاجزاء دي كلها عشان تبان عايز بس اقول امتى هتعامل النيوترال معامله ان هو هوت كوندكتور لما ما يكونش جاي لك بي اي من هناك لغايه عندك طب امتى احتاج احط فوق النيوترال ميجرمنت بروتكشن وامتى احتاج ايرث هيومن بروتكشن جماعه الموضوع يعني محتاج تركيز انت في عندك كوندكتور اسمه نيوترال امتى احميه ضد الشورت سيركت واحميه اوفرلود امتى احط السيركت بريكر هنا زي ده كده السيركت بريكر هنا ده كده في شورت سيركت وفي اوفرلود دي علامه الاوفرلود وعلامه الشورت سيركت امتى اعمل دي بتعمل دي لما النيوترال بتاعك يكون اولا مش بي اي ام لان احنا قلنا وانس ان هو بي ان ما تقدرش وبالتالي احنا الحاله اللي احنا هنحمي فيها يبقى لما تكون شغال بي اي ان ممنوع البي اي ان يبقى اقل من 10 ملي سكوير كبر ما ينفعش يجي لك اقل من 10 ملي طيب لو انت دلوقتي في الحاله بتاعتك دهيت كده احنا مش شغالين تي ان سي احنا شغالين تي ان اس امتى احمي النيوترال انا تي ان اس انا جايلي بي اي وجايلي نيوترال امتى احمي النيوترال ده حضرتك بتحمي النيوترال لما يكون الكروس سكشن بتاعه اقل من الكروس سكشن الفازه وامتى بتبقى الكيس دهيت لو حضرتك عامل ريديوسد نيوترال يعني انت جاي دلوقتي عامل كابل
والكابل ده في عندك احتمال ان فيوز من الفيوزات يضرب، وبالتالي انت بقى عندك بدل ما كنت بتقرا التيارات كلها بالانسد، ادي اي 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 بي اي سي كانوا كلهم سيجما بتساوي زيرو، لما بيحصل عندك امبالانس وعندك كيس انه كان الفول باور بتاعتك متحمله على الفاستين، يبقى انت في عندك النيوترال كارنت هيبقى متحمل اكتر من حمل الفازه. في الحاله ده هي يو ار اوبلايجد انك انت تحمي نيوترال اجينست ايه؟ اجينست هنا، او ان لما فيوز من الفيوزات يضرب لازم تسقط بقيه الفازات الثانيه عشان النيوترال ما يتحرقش منك، ان كيس ان انت ايه؟ اوفر لودنج الايه؟ النيوترال. طب في كيس ثانيه؟ لما يبقى النيوترال ده متحمل بهارمونكس مثلا زي الاحمال، كل الاحمال السنجل فيز اللي عليها كنترول دي بيمشي فيها تريبلين هارمونكس. طيب لو فتحنا بقى الانستاليشن جايد، وده اللي هنقفل بقى هنا كده هنختم الموضوع، هتفتح الالكتريكال انستاليشن جايد وهتروح على شابتر النيوترال بروتكشن، ده الالكتريكال انستاليشن جايد بتاع شنايدر، هتروح على النيوترال بروتكشن، هتروح عند شابتر جي، ودي ادي نيوترال كونتاكتور، يبقى هتروح عند جي 40 اهو، هتعرف بقى امتى هتحمي نيوترال وامتى هتحتاج انك تفصله، وكل ما هو له علاقه بالفانكشنز بتاعه الايه البروتكشن. كان جالنا سؤال من مهندس عبد الله شحات بيسال، هو سؤال ببساطه كده، انا متعود لما بعمل سلكتيفيتي ببقى دايما سلكتيفيتي ما بين بريكرز، يعني عندي قاطع دخول وعندي قاطع خروج، فسهل ان انا في الجداول والسوفت ويرز بتاعه المصنعين اعمل الموضوع السلكتيفيتي. هو كان سؤاله لو انا حاطط بريكر وعايز احط تحتيه ار سي سي بي ريزيديوال كارنت سيركت بريكر، فحضرتك عارفين بيبقى البريكر موجود للفانكشن اوفرلود والشورت سيركت، ولسبب او لاخر هو حضرتك يحتاج يحط ريزيديوال كارنت سيركت بريكر عشان الحمايه بتاعه الارث ايرث ليكج او ايرث فولت. فهنا بيبقى عنده مشكله ان لو حصل شورت سيركت لازم البريكر هو اللي يفتح الشورت، لان الار سي سي بي ما عندوش القدره بتاعه القاطع بتاعه مين بتاعه الشورت سيركت. فبالتالي الجايدز بتاعه الكومبلمنتري تكنيكال جايدز برضو زي ما فيها جزء بيغطي البريكرز مع بعض، بيبقى فيها جداول بريكرز مع بيسموه هنا سويتشز كونكتور، فهتقدر تخش على الجداول السلكتيفيتي لكن مش بريكر مع بريكر مش مهندس عبد الله، لا بريكر مع سويتشز كونكتور اللي بتقدر من خلالها ان انت تشوف برضو هل هم سلكتيف مع بعض ولا لا. هتعمل سيرش على هتعمل داونلود للسلكتيفيتي جايد، هتعمل هتدور على كلمه ار سي سي دي اوكي. يبقى انت كده دلوقتي ايه الاوبشنز المتاحه اللي عندك اهو، يا اما هتركب السيركت بريكر مع الفي جي، او هتركب السيركت بريكر وتحتيه ريزيديوال كارنت سيركت بريكر، بس تاخد بالك من ان هم يقدروا يعملوا مع بعض كاسكيدنج، لان ده بيتعامل معامله السويتش طول ما هو اسمه ار سي سي بي مش ار سي بي او، او هتجيب اكسترنال ايرث ليكج ريلي اللي احنا بنسميه الفي جي ريكس، وفي الحاله ده هيت لو هتركب الفي جي ريكس يبقى هتضطر تركب جوه المولدد كيس سيركت بريكر تريبنج كويل ام اكس عشان لما ده يحس يفصل لك الايه يفصل لك هنا. طيب لو هتركب بقى مولدد كيس مع ار سي سي بي هتروح لجداول الار سي سي بي اهي، وادي اهو هتلاقي الابستريم ان اس اكس ممكن 100 او 160، وتحت السيركت بريكرز اللي هي الاكتي 9 اي دي اهي، بس تاخد بالك انه السلكتيفيتي از اب تو كام، سوري الكاسكيدنج از اب تو 5 كيلو امبير، وبالتالي لازم يكون الشورت سيركت عشان تقدر تركب مولدد كيس فوق مينيتشر ار سي سي دي ار سي سي بي اب تو 5 كيلو امبير، غير كده هتبقى مضطر انك انت تركب يا اما مايكرو لوجيك فيها جراوند فولت بروتكشن او تركب فيجريكس اكسترنال بروتكشن ريلي. كان سؤالين كمان شويه ثاني بقى، السؤال انا عندي سؤال بصراحه، الفكره بتاعه الاي بي بتاع اللوحه ده ما حضرتك عندك راي كده،
ان اللوحه العموميه فكره ان انا ازود الاي بي بتاع اللوحه واقفل اللوحه زياده اروح الاي بي الاعلى ل 67 او ال 54 بيمنع التهويه. زي ما احنا شايفين اللوحه دي كده احنا قافلين من تحت ومن فوق، بالتالي فرصه اللي بيسموها الناتشرال فنتيليشن ان الهواء يدخل اللوحه من تحت وياخد السخونيه اللي فيها ويطلع لبره. انا منعت الفرصه دي من اول ما اللوحه بتاعتي بقت الاي بي 4 عشان برضو السؤال بتاع السايزنج والدي ريتنج والحاجات دي كلها. طول ما انا سامح بالتهويه العاديه، ايه معنى كلمه تهويه عاديه؟ يعني اللوحه يقدر يدخل لها الهواء من بره، يقدر يبرد اللوحه ويطلع من الناحيه الثانيه. ده طيب. اب تو اي بي حاجه و30. خلينا نقول لكن الاعلى هيقفل اللوحه. طيب ايه اللي بيجنريت هيت من اساسه جوه اللوحه؟ يعني ايه اللي بيجنريت هيت؟ اللي بيجنريت هيت حضرتك ان الكونتاكتس دي قافله على بعضها من خلال سوسته، يبقى انت ما عندكش ما بين الموفينج كونتاكت والفيكسد كونتاكت صاموله ومسمار رابطين مع بعض زي البراد. لا، ده انت حاجتين قافلين على بعض. وبالتالي بعد ما بتستخدم القاطع، القاطع ده بيبتدي الكونتاكتس مهما كانت مطليه ومهما كانت من معادن كويسه ستيل ات ويل ستارت انك انت يحصل ان الريزيستنس بتاعتك تزيد، وبالتالي البريكر ده هيبقى له اي سكوير ار، هيشتغل سخان جوه اللوحه بيطلع هيت. طيب السيركت بريكر ده الكونتاكتس لها ماكسيمم اوبريتنج تمبريتشر، بعدها الكونتاكت ات ويل لوز اتس كونكتيفيتي. ليه؟ لان الار بتزيد مع التمبريتشر، كل لما كان حضرتك عندك تمبريتشر قاعده بتزيد يبقى انت دخلت جوه سايكل، هيحصل لك ثيرمال ران اواي. الكونتاكتس دي اف يو دونت ايفاكيويت الهيت اللي متولده جواها السيركت بريكر ده هيفيل ايفنتشوال. فبنعمل ايه؟ بتيجي بقى في الظهر بتاع وبتركب الكونكشنز بتاعتك. الكونكشن هنا بقى دي مش بس انها بتشيل امبير، لا دي شغلتها برضو اساسيه انها ترديت الهيت دي من خلال البارة اللي خارجة منها. عشان كده تحديد تخانة النحاس مش بس بيعتمد على كمية التيار اللي مارر، ولكن قد ايه هو يقدر يطلع من جوه حرارة اكسترنال بره. فعشان كده بتلاقي الايه الكونكشن بوينتس بتاعتك اللي هي ورا دي تقدر تشيل نحاس اكبر بكتير من النحاس اللي موجود ايه جوه المفتاح، اللي موجود جوه المفتاح. يعني انت لما تيجي تشوف النحاس، كميه النحاس اللي موجوده جوه المفتاح وتقارنها بحجم البارات، انت هنا بتتكلم حجم الكونتاكت مهما كان هي في الاخر عباره عن كونتاكتين لازقين في بعض بسوسته، مضغوط عليهم بسوسته مهما كانت السوسته دي باورفل. لكن ده اللي هيسبب بس هاني بعد ما اخد السخونيه دي في الاخر حاطه لي جوه اللوحه بتاعتي اللي انا مقفل عليها بالصاج بتاعي بعد كده. اها، يبقى المرحله الاولانيه يو نيد تو تيك الهيت من جوه القاطع تطلعه ايه؟ تطلعه بره. بالحاج سميتهم اعتبرتهم ده الرادييتر بتاعي، او ده زي ما تقول كده وسيله التبريد اللي خدت السخونيه من الكونتاكات وحدفتها لي كهواء سخن جوه اللوحه بتاعتي. تمام. وبالتالي على قد ما اللوحه بالنحاس بتاعها هيقدر انه يريموف الهيت من المفتاح، على قد ما هيتحدد الدي ريتنج اللي احنا هنعمله بالنسبه للايه؟ المفتاح. بالنسبه للقاطع. وبالتالي القاطع لما بنيجي بنقول يعني ايه تايب تيستد بانل؟ تايب تيستد بانل انت عندك تايب تيستد بريكر وتايب تيستد بريكر جوه بانل. طب كلمه تايب تيستد بريكر، لما بدي لك التايب تيست بريكر واقول لك السيركت بريكر ده هيشيل 2000 امبير، الاختبار بتاعه تم على الاي اي سي اللي هي 947-2، وبالتالي لا حضرتك بس عشان كان برضو السؤال بتاع ابو الخير، بصوا حضراتكم لما البريكر بيختبر بيتكتب عليه 60 كام لو واضحه كده حضراتكم، اي اي سي 60947-2. البريكر ده عمل الامتحان بتاعه اكوردنج للاي اي سي دي اللي زي ما باشمهندس هاني بيقول كده، كان قاعد على الترابيزه باشمهندس هاني وبالتالي ما عندوش اي ريستريكشنز في الفنتيليشن بتاعته، وبالتالي كتالوج البريكر مش هيساعدني في الديليتنج لان انا البريكر امتحن على اي اي سي بتقول لي انت قاعد على الترابيزه وتعالى شيل 2000 امبير، فطول ما انا على الترابيزه دي هشيل 2000 امبير مفيش مشكله، لكن خدتني من هنا وقعدتني جوه اللوحه بقيت تبع اي اي سي ثانيه صح؟ انا لما بصنع السيركت بريكر ما اقدرش اتعامل مع ريتنج يعني درجه حراره كونتاكت الا بمتغير وحيد حواليه اللي هو درجه حراره الهواء المحيط. وبالتالي في 947 المتغير الوحيد اللي هيفرض عليك درجة الحرارة هو درجة حرارة الهواء المحيط. بالظبط. الهواء المحيط ده بقى محطوط جوه لوحة، محطوط جوه كرتونة،
ال 947 الاي اي سي 947 doesn't care. هي كل اللي بيكير ان هو الاير از ان امبيدد ان هو دايما بيتغير بحيث ان احنا نقدر نمنتين درجه الحراره دي. وبالتالي انا كمصنع سيركت بريكر اقدر ادي لك دي ريتنج تيبلز للمفتاح فانكشن في التمبريتشر اللي هو جواه. ودي مهمه جدا يا شباب نفهم الحته دي. انا ما اعرفش درجه الحراره دي هتتعامل ازاي مع الاوضه. يعني الدريتنج تيبلز اللي انت بتشوفها في كتالوج المفتاح في كتالوج القاطع هو علاقة ما بين الجو اللي المفتاح محطوط فيه وليس علاقة ما بين الجو اللي محطوط فيه والجو اللي اللوحة محطوطة فيه. انت المفتاح ده انت مش بتحطه على الترابيزة، انت بتحطه جوه ايه؟ جوه لوحة. وبالتالي انا لما بحطه جوه لوحة بقول لك هتقدر انت بقى يا لوحة تمنتين من الحرارة اللي طالعة قد ايه انت هتشع وقد ايه انت هتكتم جوه، على اساسه ده اللي هيبقى الهيت رايز تمبريتشر رايز اللي هتبتدي تبقى موجوده جوه الايه؟ جوه اللوحه. عشان كده بنقول للناس من فضلكم لو عايز تعرف دي ريتنج بتاع مفتاح ما تبصش في كتالوج المفتاح، هتبص في كتالوج اللوحه. حذاري حذاري من انك تبص على الدي ريتنج في كتالوج المفتاح، في كتالوج المفتاح، لان يعني كتالوج المفتاح بيعامل الجو المحيط مش بيعامل اللوحه. هتطلع التمبريتشر دي الهيت دي هتطلعها بره ازاي؟ يعني ببساطه كده لما اروح لكتالوج اللوحه يا جماعه هلاقي بيسالني دي ريتنج بس على اساس تاني بقى. طب اللوحه بتاعتك الاي بي بتاعها كام؟ طب اللوحه بتاعتك الفورم بتاعها شكله عامل ازاي؟ الحراره اللي حواليها شكلها عامل ازاي؟ لان انا بتعامل بقى ان اللوحه دي هتعامل مع الجو اللي حواليها، وده في الاي اي سي اللي تخص اللوحه ال 61439. لكن طول ما انا بتكلم على كتالوج البريكر بتكلم على ال 60947، وبالتالي ده امتحان وده امتحان مختلف. عشان كده دايما بنقول لحضرتك، حضرتك من فضلك انت تحدد الامبير تريب. يعني وانت بتختار تيار من فضلك ما تحددش الفريم، لان اللي بيعرف الفريم هيقدر يشيل الامبير تريب ولا لا هو مصنع اللوحه بيزد على الفنتيليشن اللي اللوحه دهيت هتقدر انها تحركه. وبالتالي حضرتك لما بتكتب في التصميم بتاعك امبير تريب على امبير فريم كذا خلاص اوكي هتاخد الامبير فريم اللي انت عايزه، بس مين اللي قال الامبير فريم ده هيقدر يشيل الامبير تريب ده في الظروف بتاعه في الظروف دي؟ اوكي فناخد بالنا من الحته دي. طيب السؤال برضه على كل مره الاي سي يو والاي سي اس. لا دي لعبتك ده. طيب سريعا كده هما كلمتين صغيرين. الاي سي يو هو التيميت بريكنج كاباسيتي، في الاخر هما اختبارات. يعني ايه؟ يعني انا عشان اقول البريكر ده عنده اي سي يو معينه فانا رحت عملت امتحان، البريكر ده بيدخل الامتحان بتاع الاي سي ده فبيقطع البريك، بيقطع الرقم اللي اسمه الاي سي يو او القيمه بتاعت الاي سي يو بس بسيكونس معين. السيكونس ده في الاي سي يو بيقطع ويستنى مده زمنيه معينه ونقفل على الشورت سيركت ونفتح تاني. الاي سي اس اختبار اعنف. اعنف معناها ان السيكونس بتاعه بدل ما بيفتح الشورت سيركت مره والثانيه بيفتحه مره والثانيه والثالثه. مش هخش بس اقول حاجه. كلمه اي سي اس هي حاجه احصائيه عشان انا ادي لك الثمن السيركت بريكر المناسب للابلكيشن بتاعك. بمعنى ايه؟ اي سي يو هي الالتيميت بريكنج كاباسيتي بتاعه القاطع واللي هو اوبن كلوز اوبن اوبن كلوز اوبن 3 دقائق كلوز اوبن. اوكي ده اختبار نهائي والاختبار ده هوت له محددات في الاي اي سي بيتم بحيث ان احنا نقدر نعرف هو السيركت بريكر ده بعد ما بيفتح هيبقى امن للناس، ولكن السيركت بريكر ده ما ينفعش بعد كده. ليه؟ لان التمبريتشر رايز بتاعته المقاومه بتاعته اثرت عليه، بقت التمبريتشر رايز بتاعه زاد. يبقى انت لما هتيجي تقرا الريزيستنس بتاعتك ما بين قبل وما بين بعد هتلاقي في 80% فرق في الايه من ال 100% بتاعه المفتاح، فهيسخن زياده وبالتالي اداؤه مش نفس الاداء اللي قبل كده، فزي ما بتقول يعني مش مؤهل يعود للعمل مره ثانيه. تمام. طيب جينا قلنا بقى ايه؟ هو انا هجيب قاطع عشان القاطع ده لما يحصل فيه شورت سيركت القاطع ده كل مره هرميه؟ قال لك لا. طيب ما تيجي نعمل فاكتور تاني اسمه اي سي اس، ده يعتمد على طبيعة الشغل بتاعك وقيمة الشورت الطبيعي اللي انت بتشوفه علاقة بالالتيميت بريكنج كاباسيتي اللي هو هيشوفها. بمعنى ايه؟ انا عندي لوحة ايه؟
البريكر ده مكتوب عليه مثلا وياكل 10 كيلو امبير هيفتحهم كم مره 10 كيلو امبير ال 10 كيلو امبير ده باي اي اي سي ات ويل اوبن ات مرتين والمرتين دول في الاختبار ما بينهم 3 دقائق وبعد كده السيركت بريكر ده لو جبنا كاميرا حراريه نقيس درجه الحراره بتاعه اللي طالعه منه هنلاقي ان درجه الحراره بتاعته عاليه جدا عن الاوريجينال بتاعه لو فتح ال 10 كيلو امبير بينهم التايم فريم الثلاث دقائق yes. الاختبار بتاع الاي سي بتاع الاي سي بيقول ده اللي ليه لان الكونتاكات خلاص اتاثرت طيب وبالتالي ده الاي سي يو طيب لكن لو دي بقى راكبه عندي في البيت انا الشورت بتاعي انا مش كل يوم الصبح بصحى الصبح وبعمل شورت جوه الايه جوه اللوحه ويبقى الشورت سيركت بتاعي كمان اللي جاي من الترانسفورمر فل بحيث ان الشورت سيركت الحسابي هم ال10 كيلو ده ما بيحصلش امال ايه اللي بيحصل ان حضرتك بيحصل الشورت عندك على الفيشه اللي بتبقى موجوده وبالتالي احصائيا شاف ان هو 50% من الشورت سيركت الماكسيمم اللي انت بتشوفه ده قيمه طبيعيه جدا وبالتالي بقى بيقول لك ان اي سي اس في المينيتشر سيركت بريكر از 50% 75% بمعنى ايه ان هو السيرفيس شورت سيركت الطبيعي المتكرر اللي انت هتشوفه هتعمله كتير هو كذا يبقى مش من مصلحتك ولا عشان جيبك انك تروح دايما تصر انك عايز دايما ان الاي سي اس تكون 100% في التطبيقات البيلدينج ابلكيشن والا ما كناش عشان ثانيه عملنا حاجه اسمها اي سي اس واي سي يو ما كنا اكتفينا بالاي سي يو خلاص باعتبار انت كل مره بتقول لي انا هعمل الشورت سيركت على الالتيميت اللي قيمته 10 كيلو امبير جوه اللوحه وما استفدتش من الميزه ان اسمها سيرفيس بريكنج كاباسيتي يعني زي ما تقول يا حاكو هو ده الرقم التشغيل وانا كل يوم والتاني كل شهر والتاني بفتح شورت سيركت قيمته قد ايه ومكانه فين في الغالب هيكون اقل من الحسابي بتاع اللوحه لانه هيحصل في الفيشه اللي على بعد بسلك طوله 2 3 مللي مسافر 20 30 متر فالقيمه اقل وده اللي بيحصل كتير فبالتالي مهمه البريكر ساعتها ايه يفتحوا مره واثنين وثلاثه واربعه فظهر حاجه اسمها سيرفيس بريكنج كاباسيتي او القطع التشغيلي انا كل يوم بفتح الرقم ده وبالتالي بقى في رقم بنسميه كده سيرفيس بريكنج الرقم المعتاد للفتح القطع بتاع البريكر والرقم الالتيميت اللي يقدر يعمله مره واثنين في خلال زمن صغير طب تفرق معايا في ايه بقى ان انا اخد ال 50 او اقبل ان الاي سي اس 50% من الاي سي يو الابلكيشن بتسال نفسك هو انا البريكر بتاعي ده هيفتح الشورت سيركت اللي كالكوليتد الماكسيمم كام مره لما اكون في بيلدينج ولا اكون في مستشفى ولا اكون في كذا اغلب الشورت بيحصل فين في الفاينل سيركت وبالتالي اللي محتاج افتحه تكرارا والبريكر جاهز يعمله مره واثنين وثلاثه هو السيرفيس لكن السايزنج عشان المره لو الفولت حصل جوه اللوحه هو ده الالتيميت تمام يبقى مش من الجدعنه انك دايما تصر في المينيتشر سيركت بريكر ان انت عايز الاي سي اس يكون 100% من الاي سي يو لان ده تضييع فلوس الكلاينت ولكن الصحيح ان هو انت دايما عندك السيرفيس شورت سيركت الناس دي لما عملت الاحصائيات قالت لك في البيلدينج ابلكيشن 50% 75% از ايه از انف ولكن لو انت عندك مثلا تطبيق صناعي والتطبيق الصناعي ده على طول انت في عندك كابلات بتتقطع وفي عندك شغل كتير وفي عندك فنيين شغالين في اللوح ففي الحاله دي بنقول عشان كده في المولد كيس سيركت بريكر خد الاي سي اس 100% لان طبيعه الابلكيشن ان قيمه الشورت الكابل بيبقى قصير مش مقاطع بتبقى صغيره مفيش بقى في مصنع هتلاقي 6 مللي و2 مللي و3 مللي اللي انت بتشوفهم في البيوت لا ده انت هتشوف كابلات مقاطعها كبيره واطوالها مش كبيره زي اطوال البيلدينج كذلك في المصانع المحول اللي انت واخد منه هو محول جوه المصنع ولكن في البيلدينج المحول اللي انت واخد منه ده محول موجود مثلا في البدروم او في كشك في الشارع وبالتالي يو نيفر جيت ذا فول شورت سيركت ماكسيمم شورت سيركت من الايه من المحول طيب التريب يونت بقى ال L والاس والاي والال والاس لا دي هتتفرج على الحلقه دي هتتفرج على الحلقه بتاعه السلكتيفيتي اللي موجوده على القناه احنا مفصلين عاملين ثلاث حلقات عن السيركت بريكر الكلام ده كله متفصل بالكيرفات وازاي نستخدم الكيرفات وازاي نعمل سلكتيفيتي فمن فضلكم شوفوا الحلقه عشان ما نبقاش بنكرر نفسنا الايه الفورم 2 او فورم 3 كان برضو عند حضرتك وجهه نظر كده ان احنا مش كل مره اروح للفورم الاعلى باعتبار ان الفورم بتاع اللوحه الاعلى زي ما بيكسبني يعني ساعات ممكن مع الصيانه لكن برضو بيأثر على الفكره بتاعه التهويه والفنتيليشن ف
فكان في فكره كده في الاي سي ازاي ممكن اخد اللوحه فورم 2 بالروح بتاعه فورم 3 او 4. كل السيركت بريكرز هي اي بي 2 اكس. يعني ايه 2 اكس؟ يعني انت حضرتك تقدر تلمسها من غير ما صباعك يقدر يلمس لايف كوندكتورز. طيب دي بنسميها ايه؟ بنسميها اي بي 2 اكس بروتكشن او فينجر بروتكشن. وبالتالي منين ما يكون عندك الابلكيشن بتاعك مولدد كيس، المولدد كيس لما بتجيبه بكفر يو كانوت تاتش اي حاجه موجوده هنا. وبالتالي برضو ننسى حكايه انك لازم توزع النحاس بتاع اللوحه يكون له withstand the current ICW. غلطه كبيره من الناس بتغلطها وهي بتوصف لوحات الانكومينج بتاعها كاتيجوري A سيركت بريكر. مفيش حاجه اسمها ان انا اغذي المفتاح لازم اغذي من العمومي للخروجات من خلال نحاس. ليه؟ انا عايزه والله يشيل 25 كيلو امبير 1 سكند. كلمه 1 سكند دي معناها ICW. القاطع ده ملوش ICW، القاطع ده بيدي لك حاجه اسمها ICC كونديشنال شورت سيركت كارنت. وبالتالي تقدر توزع منه من خلال اسلاك توزعها حتى لو الشورت سيركت بتاعك 50 كيلو امبير، يبقى اللوحه دي الاي سي سي بتاعها 50 كيلو امبير. اذا اقدر اوزع هنا وانا عندي 50 واير الملي بتاعه مثلا 6 ملي او 4 ملي. ايوه. ليه؟ لان القاطع ده هيفتح في زمن اقل من نص سايكل، هيفتح في زمن اقل من 10 ملي سكند. وبالتالي اللوحه دي لها كونديشنال شورت سيركت كارنت 50 كيلو امبير. لكن لو قلت لي انا عايز كل حاجه تكون 1 سكند هتاخد نحاس يشيل 1 سكند، بس المين كومبوننتس بتاعتك اساسا ما تشيلش ال 1 سكند. وبالتالي كلمه اي سي دبليو او انك تكتب شورت سيركت سلاش تايم ده مش حاجه مظبوطه بالنسبه لتوصيف اللوحات بتاعه السب ديستريبيوشن. وبالتالي لوحات السب ديستريبيوشن من فضلكم بتتوصف بالاي سي سي كونديشنال شورت سيركت كارنت. الكونديشنال شورت سيركت كارنت ده بيبقى مساوي للبريكنج كاباسيتي بتاعه السيركت بريكر اللي انت مركبه، طالما السيركت بريكر ده از ليميتور سيركت بريكر. وكل المولدد كيس سيركت بريكرز اللي اقل من 630 امبير هي كاتيجوري A سيركت بريكرز اند انتندد فور كارنت ليميتيشن، وتقدر تشغلها في لوحه وتبقى اللوحه لها اي سي سي. طيب سؤال بس من مهندس ماركو سامح، بس هنا على لما كنا بناخد الستيتس مش مهندس بتاعت البريكر، حضرتك قلت على اي اساس البريكر بيعرف حالته بيعبر عنها؟ يعني هل البريكر بيعمل سيلف تيستينج؟ يعني الداتا اللي هو بعتها لك ان انا محتاج صيانه او كذا، هل سيلف تيستينج بتعمله هنا ولا بالاناليسيس بتاعت الداتا نفسها؟ من خلال حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو بيقيس درجه الحراره الداخليه اللي طالعه من جوه، وبالتالي هو بيقارن التيار اللي مسحوب بدرج بالهيت لوس اللي طالع منه. وبالتالي من القيمتين دول يقدر يعرف هو الكونتاكات حاله الكونتاكات بتاعته بعدت قد ايه. دي اول طريقه. تاني طريقه هو بيأكوميوليت الكوميوليتيف شورت سيركت بريكنج اللي هو قاعد بيتربه. وبالتالي من الاثنين دول بالالجوريزم اللي يقدر جواه من خلال درجه الحراره ومن خلال الكوميوليتيف عدد مرات الفتح على الشورت او ايا كان الاون والاوف، كم مره الكونتاكت دي قطع التيار، بيقدر يجيب لك الايه الكونديشن بتاعه السيركت بريك. شكرا دكتور عمرو. شكرا شونسيني. شكرا مخرجنا العظيم عبد الحميد. شكرا يا شباب، نشوفكم الاثنين الجايين. كويستشنز كومينج، وكل سنه طيبين ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.